حصل هذا المؤتمر وعقد في القاهرة، وكنت أنا وزير الدولة شئين وزراء، فكان لازم أكون موجود. كان صاحب السمو شيخنا الشيخ صباح وزير الخارجية، والشيخ صباح كان رئيس الوفد، فحضرنا هذه الجلسات كانت حامية. تكلمنا عن مشاهداتك. إيه والله ويعني كثير ما يقال منها. إيه لا اللي يعني اللي حصل يعني، وإحنا أنا كنا قاعدين موجودين، إن يعني زاد يعني الهجوم والمدفعي وعلى بدأت الكفة ترجع لصالح الجيش الأردني، فزاد صياح وصراخ الفدائيين طالبين النجدة من الجامعة العربية أن الملك حسين يقضي علينا. فهنا في هذه الحالة وفي هذه، وكان مطلوب رأس عرفات باعتباره أنه رئيسهم، فلما صار هالاستنجاد انعقد المؤتمر، كان الله يرحمه الملك فيصل موجود، وكان طبعا عبد الناصر الله يرحمه هو أيضا موجود، وكان ذاك الساعة بداية قيام ثورة ليبيا فاتح من أيلول أو الفاتح من سنة 70، توه أول توه عامل الرئيس القذافي انقلابه على السنوسي الله يرحمه. فالمهم في هذه الأجواء زادت العرضية معركة، فقرر المجلس أن يبعث لجنة تذهب للتوسط وإيقاف الحرب بين الفلسطينيين والأردنيين، أو على الأقل إنقاذ عرفات، لأنه يعني هو يعني رأس الجماعة. فذهب النميري كان ذاك الساعة رئيس السودان من السودان، وذهب الشيخ سعد وزير الداخلية كان ويانا في المؤتمر، وذهب أمين عام الجامعة العربية ما أدري من هو كان ذاك الوقت موجود، وعلى أساس إن هم حاول هدوء الحرب، وعلى الأقل إذا ما قدروا يطلعون عرفات. في نعم في هالفترة هذه في ما راحوا طولوا يوم يومين، زاد الصراخ، فكان القذافي حاضر والشيخ والملك فيصل الله يرحمه حاضر، وعبد الناصر قال القذافي هذا حرام ما يصير، شلون احنا نتفرج، لازم نبعث طائرات عسكرية تقذف القصر الملكي وتقذف القوات الأردنية وتنقذ القوات. الآن الملك فيصل قاعد قال لا لا، يقول حق الشيخ الرئيس لا يا سعد ما يصير، نبعث قوات احنا نهاجم. فقال ما تخفش يا صاحب الجلالة جمال عبد الناصر، عبد الناصر ما تخفش سيبك منه، قال كلمة شوي قاسية ما اقدر اقولها، سيبك منه يعني، لان كان الرئيس القذافي يعتبر تلميذ في جهاده وكفاحه وثورته، يعتبر المرحوم عبد الناصر مثلا الأعلى، وكان يعني يقدره وما واسمه كلمة، فضامن أنه، فقال له يعني ما معناه أنت استريح وهدي وخليه قاعد وكذا، يعني معنى هالأمور اللي كلمات أخرى. هذا الموقف صار قدامه. إيه نعم إيه، ما أقدر أقول يعني كلمة قوية شوية. فلذلك المهم أنه في هالفترة بعد ثاني يوم ولا الشيخ سعد نجح ويا جماعة لبس عرفات، شال بدة العسكرية، لبس دشاشة من دشاديشة المرحوم الشيخ سعد واللي وياه، وكان الحكومة الأردنية مخصصة سيارة خاصة للشيخ سعد، فهو حط فيها القذافي، يجوز ما يدري ما يدري انه ياسر عرفات، ما يدري انه وياه، مطلع طلع الى هذا من هناك جابت الطائره، فالحاضرين يعني استبشروا والى اخره، وحمد الله على هذا الموضوع، وثم صار يعني ما اتخذ من قرارات في ذاك المؤتمر.